لقاء العيون، لقاء العيون، لقاء العيون هو لقاء ديال الأحزاب السياسية من جميع المغرب، ولكن بحضور ممثليهم ومنتخبين في الأقاليم الجنوبية. وهذه المنتخبين في الأقاليم الجنوبية على المستوى الجهوي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي كانوا حاضرين الممثلين ديالهم، وكانوا الشيوخ، وكانوا الأعيان ديال القبائل، وكانوا المجتمع المدني، هادو كلهم هنا وحضروا إطلاق ديال إعلان العيون بعد كلمات ديال رؤساء الأحزاب السياسية، وأيضا ديال بعض الممثلين ديالهم، وخصوصا رئيسي الجهتين ورئيس ورؤساء المجالس الإقليمية ديال هاد الأقاليم الصحراوية. وهذا كله تعبير على الإجماع الوطني على أننا معبؤون وراء جلالة الملك للدفاع عن أي شبر من الوطن. كان رفضوا هذه الاستفزازات وكان يبقوا في التعبئة. هذه رسالة على أن القضية ماشي فقط قضية رسمية، وإنما ها أيضا قضية شعبية، قضية شعبية، والشعب معبأ وموحد في هذا الإطار. أولا الناس اللي في البوليزارو إلا كانوا فعلا من هذه الأقاليم الجنوبية فهم أبناء المغرب. هادو المغرب فتح ذراعيه لجميع أبنائه حيثما كانوا، ولو تبنوا طرحا انفصاليا في فترة من الفترات، ويمكن يرجعوا لبلادهم يساهموا في البناء ديالها. أما الجزائر كنطلبوا منهم يرفعوا يديهم على هذا الملف ويرجعوا للعلاقة الطبيعية، والمغرب دائما يده مفتوحة.